أهلا بكم. إلى جانب الأسلحة الغربية الفتاكة التي جرى تحشيدها إلى أوكرانيا منذ أشهر، منحتها بعض دول الناتو أسلحة سوفيتية أيضا. هناك أسباب متعددة لتبرير هذه الخطوة، أولها عدم وجود متسع من الوقت أمام الأوكرانيين للتدرب على استخدام الأسلحة الغربية، وكانوا بحاجة إلى استعمال الأسلحة ضد الروس سريعا. كذلك رغبة دول الناتو من الأوروبيين الشرقيين الذين كانوا في المنظومة الاشتراكية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي في التخلص من هذه الأسلحة السوفيتية القديمة والحصول على بديل من الأسلحة الغربية. بولندا كانت قد أعربت عن استعدادها لنقل كل طائراتها من طراز ميج 29 فورا ومجانا إلى أوكرانيا، وبدورها سلوفاكيا قالت إنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز S-300 روسية الصنع، ولكن بشرط الحصول على بديل منها لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي. أما ألمانيا فقد قررت زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي من نوع ستريلا المضادة للطائرات والسوفيتية الصنع. بينما منظومات إيجل المحمولة للدفاع الجوي فقد قالت وزارة الدفاع الروسية أنها تحاول معرفة من هي دول شرقي أوروبا التي زودت كييف بها. وإيجل صاروخ أرض جو يحمل على الكتف طوره الاتحاد السوفيتي السابق في السبعينيات، ودائما ما كان الأوروبيون والنيتو على نحو عام يحاذرون من وصول تقنيات عن أسلحتهم إلى الروس، وفي أوكرانيا احتمالات ذلك كبيرة جدا. أما السبب الأهم فهو حرص الدول هذه على إيصال هذه الأسلحة السوفيتية إلى المجموعات المسلحة المتشددة. في المقابل يحصل استخدام الأسلحة الغربية الفتاكة بوحدات الجيش الأوكراني التي تتعامل دول الناتو معها وتثق بها، فيما تخشى من وصول هذه الأسلحة الفتاكة إلى تلك المجموعات، وخاصة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف، وهي من أسلحة الدفاع الجوي التي تحظى بشهرة واسعة ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل تهديدا للطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، إضافة إلى صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للطائرات وصواريخ أنلو، وهي منظومة بريطانية سويدية مشتركة ضد الدروع، وبانزر فاوست ثلاثة الألمانية المضادة للدروع الخفيفة والثقيلة